جاء ربي نداء عاجل اي مسؤول سوي رافينا سوي والي وزير اي تسقيه مسؤول حتى عنده شويه فوفر جاء ربي اجا وعاونونا راو سامحني راي حاله مش غراف غادي تعديت من الغراف راي الدبوزه كتصب لها الماء قد ما تعبي لها ربي باش تفيض هي بيدها يعني نفس العمليه يعني تنظف من الرجال والباص اخرى تلقى نفس العمليه بالرسمي يعني لازم تدخل يعني من السلطات يعني كوتي بلديه ولايه اي مسؤول يعاوننا لنا راي بالرسمي حاله ولد غراف على الاخر صدقني 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 حتى كعبه الحوت ما عادش تدخل كان القاروس كان القاروس يدور لهنا وينه كنا نصطادوا لهنا كنا نصطادوا بالقناره لهنا ما عادش فما يا حسره بالرسمي على بالرسمي يا حسره عليا الفيابور توا ولت والله بالرسمي راي ريحه بيزار عسلامه عسلامه بيك مرحبا مدام يعيشك انت صاحب مشروع على في المرسى القديم لهنا في بنزرت فيو بور معروف بالفيو بور نحكيوا شويه على المعاناه نتاعكم اليوميه كما قلتوا لنا نتوما من الاوساخ من الروايح ظريتوا حتى في الحركيه نتاع التجاره نتاعكم بويا ولات ما عادش ازمه ولات مشكله كبيره ولات مدام كما ترى لهنا انا كل يوم ننظف وكل يوم هي بيدها يعني نفس العمليه يعني تنظف من الاربع رجال والاربع اخرى تلقى نفس العمليه بالرسمي يعني لازم تدخل يعني من السلطات يعني كوتي بلديه ولايه اي مسؤول يعاوننا لنا راي بالرسمي حاله ولات غراف على الاخر تنظف تجبد ملطم حاشيك باش تنظف شويه تطلع الريحه لازم بالرسمي لازم نطواياج كبير لهنا باش لنجمتوا تخليوا الوسخ هكاك الناس تقلقت حتى المنظر ماهوش هو ولا نجمتوا تنظفوا حتى كي تنظفوا الريحه تتحرك تولي ريحه قويه برشا بون باش نفسر لك فسالك حاجه ظريفه احنا لهناك ننظفوا هذا كله ساعه اول حاجه ساعه الجرس راه من اللوط كيما في المدينه كيما في الحوم العربي ما عادش الجرس ولا تعبى كله بالوسخ ما نقولوش كلمه اخرى يعني يركض الوسخ اللوطه من اللي عملوا توا مارينا من اللي عملوا الطومبون الكبيره هذيك نتاع مارينا اللي ذرت اول حاجه ذرت قبل ما تضر قبل ما تضر توا البلاصه هذه ذرت عباد اخرى اللي هما شكون اللي هما اصحاب الفريك اللي كان باش يخسر نص ايترا ايسونس ولا يخسر في ايترا ايسونس باش يعمل دوره يعمل في 100 متر وراه توا ضحكوا لعب ولا باش يعاود يرجع ويخرج يعني هما من اللي عملوا توا مارينا صدقني 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 حتى كعبه الحوت ما عادش تدخل كان القاروس يدور لهنا وينه كنا نصطادوا لهنا كنا نصطادوا بالقناره لهنا ما عادش فما صدقني بالرسمي ما عادش فما اول حاجه ذرينا كوتي عباد تخرج تصاد ولات ديستونس اطول ثاني حاجه الوسخ ولا يرقد ما عادش يعمل لا ملي لا نقص يوحل لهنا كل وين يوحل لهنا في البلاصه في البارتي هذيا في الكوانات هذوما حتى عندنا الريستورون هاكا كانت نجموا تصوروا زاد من غاديكا بالرسمي راهي حاجه بيزار على الاخر قبل بريود بن علي كان فما واحد لهنا راجل كبير بفلوكه لوح كان ملطم وكان ينظف ويرحم والديه وبعدها هي فما ماكينه اخرى كبيره تدخل انا حضرت عليها مرتين الماكينه هذيك حضرت عليها مرتين من القنطره تدخل تنظف وتعاود تخرج مصدقني ما نعرفش من طرف شكون بالضبط ما نعرفش من طرف شكون خاطر انا هكا وقتها مازلت فرق صغير بالرسمي يعني ما نعرفش حكيت هذوك ما بارامول كبارات اللي يعرفوهم يعني سواء بلديه ولا ولايه ولا حبيت يعني سبيسيال يخدموا فيهم اما انت تقول لي خلطت شويه على الفتره الذهبيه نتاع المرسى القديم نتاع بنزرت انا 30 سنه انا عمري انا خلطت عليه هذا مازال ما عملتش الجرس هذا كان عندنا الجرس القديم المربع البيراميد اللي سرقوه بالاحرى من الاخر اللي سرقوه وهزوه هذاك انا خلطت عليها لهنا هذا كي مهبط وكيف كيف زاد غلطت عليها من غاديكا مهبط منير كعبور مازال حي انا جبدني من غاديكا منير نصطادوا كنا بالدبوسه نقبوه ونحشيو فيها الخبز يا حسره بالرسمي على بالرسمي يا حسره عليا الفيابور توا ولات والله بالرسمي راهي ريحه بيزار ريت من با تمس باش تنظف حتى المنظر يذولي واحد باش يجي ياكل حاجه ولا يشرب كاستي ولا يقعد شويه هكا باش يتمتع بالمنظر كمام لوسخ هذا كل ما يخليش يقعد صدقني مدام في حاجة أنا فما برشا كليونات يجيو باش يقعدوا منهم حتى البارح ضحكوا لا البارح فما سبع كليونات سبع كليونات هربوا يجي باش يقعد تغزر الأمة تقول لها ما مش هو ايش نقول سورتو توا العباد ولا تجي تقعد وتتصور وتحب حتى كي تتصور تصور ورا فيو محلوة برشا سامحني توا علاش يجي العباد بنزرت تجي على الفيو تجي على الفيو تجي على البرودوي بالدلول وعلينا نحن باش نفرحوا بيهم تجي على تروح على ثلاث حاجات على البرودوي اللي باش تبيع وعلى المنظر وعلى الكلام الحلو نتاع البنزرتيه معروفين نحن البنزرتيه بكلام نصلي على النبي ومضيفين اون بليس
علاش احنا نطلبوا حاجه برك من مسؤولين؟ بجا ربي نداء عاجل اي مسؤول يسوي رافينا سوي والي وزير اي تسقي مسؤول حتى عنده شويه فوفير بجا ربي اجاو عاونونا. راو سامحني راي حاله مش غراف غادي تعديت من الغراف راي الدبوزه كي تصب لها الماء قد ما تعبي لها ربي باش تفيض راو بالرسمي معاش نجمو حتى باش ننظفو صدقني ننظفو من هنا ربع ساعه مين باي مثلك عرب الملطم والله تطلع ريحه لا اراك الله مكروه. تنظيف ولا مجهود شخصي منكم انتم اصحاب المشاريع والناس اللي منتسبه في الفيوبور مش من جهات اخرى؟ وماش لعبت كل مدام راهي قاعده تنظف راه صدقني ماش لعبت كل كعبتين وكعبه قاعدين ننظفوا توا انا ها وانا وصاحبي الطفل اللي يخدم معايا يرحم والدي ولا الاولاد كيف تجي امي مثلا انت معايا تعاوني تقول لي يا ربي ياسين جيب برك جيب لنا الملطم خلينا ننظفوا راهو تنظفوا توا كل مريكا او حتى الطفل اللي يخدم معايا نظفني ثمانيه بيول قد ثمانيه وربع عاود خرج الماء عاود خرج الماء بس منين جيت الله اعلم. اتصلتوش بالبلديه حاولتوا تشوفوا حل معاها فماش ما تجي يشوفوا حل في الدبابز هذوما ينظفوهم؟ انا تو من 2019 انا كل مره نقدم مطلب باش نقابل سيد الوالي ولا باش نقابل كاتبه العامه نتاع البلديه وشي لا تقبل المطلب نتاعي ولا كلموني يا مدام. انا اعطيني اي مسؤول باش نحكي معاه سوى انا ولا غيري راي بالرسمي راي حالة راي بنزرت راي عروس الشمال راي شبيكم راي ما نجمش نحكي كيفاش فسركم علاش بنزرت بالذات بجي ربي علاش بنزرت بالذات علاش نحنا ماناش قاعدين نعاونوا علاش ما تخليونيش نخدموا لا خدمتوا لا خليتونا باش نخدموا هذه هي الكلمه اللي حابش نقولها انا خاطر فما ساعات كلام كي نجيبوا باش نقولوه رانا نضروا فيه انتوما لا خليتونا باش نخدموا انا رانا نحكي على فئه معينه راهي ما دامناش نحكي على الكل فما عباد يرحم والديها تعاون وتعاون حتى بالكلمه راه يعني انتوما لهنا منتسبين تحبوا اموركم قانونيه وتحبوا زاده النظافه باش تعاونكم على الخدمه حتى انتوما كي تبدا البلاصه نظيفه تجيكم الكليونات اكثر وتولي عندكم معناها يجذب السياح يجذب الناس الكل بيان سير مدام احنا شنو نحبوا انا واحد من الناس ولد المنطقه انا متربي لهنا انا عزيزي يرحمك انه بتفلوته لهنا بعده بابا انا ابا عن جد بنزرتي انا ولد علميه من الام ولد البجاوي من البو انا سامحني كأنا ولد المنطقه علاش ما تعاونونيش باش تعطيوني ستون انا عندي فكره مزيانه اعطيونا كل واحد ستونات مزيانه اخدموا لنا انتم ستونات حاجه مزيانه ارتيزانا حاجه دلوله ونخلصوكم فيها واحد يخدم التاي واحد يخدم الكريب واحد يخدم الملاوي تخدم العبيد عندنا شباب تحد يخدم علاش تحب تحرق انا من 2019 كنت كونتر حاجه اسمها حرقه واسمها خروج ما بالزاف انا تو اللي تقابل ما نشجعش على الحرقه ما نخرج نحب نخرج معاش عييت فيها البلاد مدام بالرسمي عييت وبرشا عبيد عييت فيها راي البلاد لا تنجم تخدم لا يعاونوك باش تخدم تجي تخدم تتكسر كيفاش اعطيونا حلول خلينا نخدموا اعطيونا فرص خلينا نخدموا سيبوا الشباب خليه يخدم برشا عباد غيرنا ما برشا خاطر كلام سامحني ما نحبش نقوله خاطر فما برشا وجيعة معناها طلباتكم انتم لهنا اللي منتسبين على الفيوبور التجار الناس اللي حاله مشاريع تسترزق منها احنا عندنا مشاريع صغار نسترزقوا منها احنا عندنا مشاريع صغار نسترزقوا منها ما قلنا لكمش مولونا هنا مولنا رواحنا برواح بدينا انا واحد من الناس بديت بالبريد نتاع تاي في الكوفيد وسكادو العباد مازالت تشهد بالكوفيد بديت بالبريد نتاع تاي الحمد لله شكرا لك يا ربي وبرشا عباد وبرشا عباد راتني وبرشا عباد شجعتني ويرحم والديها مولت روحي بروحي بون هي الوالده هي اللي دزتني ويرحم والديها وبرشا اصحابي كيف اما جات فكره خدمنا الفيبورت حي تحير ولا خدمه ولا فما برشا عباد تجينا من برا عملنا سياحة داخلية لرواحنا حد ما عملنا عليه من مسؤولين راهو يا مدام طالبين حاجة برك عطيونا رخص خلينا نخدموا وعملوا لنا كل راس الشروط خلينا نتبعوا ونظفوا لنا البلاصة بيان سور ونظفوا لنا البلاصة راهي بنزرت حلوة على الأخر ما بجا ربي نظفوا لنا البلاصة يرحم والديك.